حنا كنلعبوا ماتش ماتش واي ماتش كنلعبوه باش نلحوه. كما قلت لك عارفين باللي الماتش غيكون صعيب باش الفريق اللي عنيد اول مره في التاريخ ديالو يشارك في كاس افريقيا. حنا ما غيتلقوا والو. حنا في غارديان ديالهم اليوم دار ماتش كبير. ضيعنا فرص، انا الاول ضيعت فرص، هادشي كيوقع في الكره. ولكن اهم حاجه هو ما استقبلناش هدف. وحنا بنزلوا شفنا الماتشات كاملين ابار الكاميرون اللي بقاو 4-1، الماتشات الاخرين كلشي ساهل.